السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم أما بعد، يعني نستكمل بإذن الله رحلتنا المباركة عن تعلم أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وزي ما قلنا قبل كده مع حضراتكم مرارا وتكرارا أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية وبالخلق وبالإحياء وبالإماتة وبالرزق وبالهداية. التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته العلى، وإفراد الله سبحانه وتعالى في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. جزاكم الله والأسماء والصفات. وقلنا توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعال الله، أن الله سبحانه وتعالى له أفعال ونحن نوحد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. فتوحيد الربوبية الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الرب، الخالق، الهادي، الرازق، الرزاق، مالك الملك الذي له الملك والملك والأمر والنهي والحكم والتشريع. ده كده توحيد الربوبية، أن أنا بأقر بأن كل ما في الكون من خلق الله سبحانه وتعالى. ده توحيد الربوبية. وتوحيد الأسماء والصفات اللي احنا بنتعلمه مع بعض، اللي هو من هو الله، من هو الرب، من هو الرحمن الرحيم الغفور الشكور السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير المجيد، من هو الله. توحيد الألوهية هو صرف العبودية لله. يبقى أنا بعد ما أقررت أن الذي خلق الكون هو الله، وأن الذي قدر فهدى هو الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الملك والملك والحكم والنهي والتشريع، وعلمت أن الله سبحانه وتعالى هو التواب، هو الغفار، هو الغفور، هو الرازق الرزاق، إيه اللي حصل؟ جاء توحيد الألوهية مباشرة، وهو صرف العبودية لله وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عشان كده إحنا بنتبع السلف الصالح، وبنتبع بإذن الله تعالى ركب النبي صلى الله عليه وسلم، وبنؤكد دائما وأبدا مرارا وتكرارا على الأفعال الشركية. ليه بنأكد على الأفعال الشركية؟ ليه بنقول يا جماعة بلاش نروح للدجالين، يا جماعة بلاش موارد والأضرحة والقبور والنذر لغير الله والذبح لغير الله وطلب المدد من دون الله والدعاء من دون الله؟ لأن كل هذه الأفعال أفعال شركية. وقال ربكم إيه؟ ادعوني أستجب لكم. ليس بينك وبين الله سبحانه وتعالى واسطة. وانت في مكانك كده إذا أردت شيء من أمور الدنيا أو أمور الآخرة ادعو الله سبحانه وتعالى. لا يشترط أبدا ولا يستحب أصلا الذهاب لبقعة معينة لم تخصص بفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لكم مسجد، إلا لثلاثة مساجد. يعني الرحال زي ما قلنا قبل كده، لا تشد الرحال يعني إيه؟ السفر. يبقى أنت مش هتسافر إلا لثلاث أماكن لما فيهما من إيه؟ لما فيهم من فضل. فقلنا أن المسجد الحرام الصلاة فيها كم صلاة؟ مئة ألف صلاة. طب والصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بكم؟ بألف. والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة. نسأل الله سبحانه وتعالى صلاة قبل الممات في المسجد الأقصى بإذن الله تعالى. فليهم فضل، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدد هذا الفضل. ولذلك بنأكد على هذه المعاني، أن توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد. يبقى لما هتوب هتوب لمين؟ لله. ولما هخاف هخاف من مين؟ يعني كان أحد المشايخ كان بيحكي لنا في مرة أن حصل زي ما يكون حصل سرقة في مكان، فجمعوا العمال وجمعوا الفنيين اللي موجودين في الموقع اللي حصل فيه سرقة ده، وقفوهم طابور كده، والكل بيحلف على إيه؟ بيحلف على المصحف، وقفين طابور وحاطين مصحف. طبعا الكلام ده لا يجوز، بس بقولك ده الموقف اللي حصل. يعني وقفوا الناس طابور، العمال والصناعية وكده، في ايه اسلاك اتسرقت من الموقع ده، فوقفوا الناس طابور ودخل واحد واحد يمسح يحط ايده على المصحف، والله ما انا اللي سرقت، والله ما انا اللي سرقت. المهم اللي بيحكي بقى الموضوع ده بيقول ان مدير المشروع ده كان شاكك في واحد، كان شاكك في واحد، فلما جه بعد ما حلف قال له طب احلف بالحسين، قال له لا ما اقدرش، لا ما اقدرش، احلف احلف بالله كذب احلف، لكن تقول لي احلف بالحسين كذب لا ما اقدرش. وقف. سبحان الله، هو بيخاف من الحسين اكثر من خوف من الله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوه. هذا الفعل اصلا لوحده، هذا الفعل انا مش بتكلم على الشخص، تقول الفعل ده ده فعل كفر، ان انا ابقى اخاف من مخلوق ولا ارضى ان اقسم به كذبا وارضى ان اقسم بالخالق كذبا، ده امر خطير جدا، دي كارثه، دي كارثه عقديه. فنحن كمؤمنون موحدون
لا نخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا نحب ونعظم ونقدس تقديس عبادة إلا الله وحده ولا شريك له. يبقى المحبة لا تصرف إلا لله كحب تقديس، كحب عبادة. واضح الحتة دي؟ الحتة دي خطيرة جدا. عشان كده المحبة والخوف والرجاء لله سبحانه وتعالى في أصلها. قال تعالى في حق زكريا عليه الصلاة والسلام وزوجاته: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا، يدعوننا إيه؟ رغبا ورهبا. يبقى الرجاء في الله والخوف من الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير، إيه؟ نذير مبين. النهاردة نتكلم عن اسم من أسماء الله الحسنى الكل يحتاج هذا الاسم للنهار في حياته، للنهار كل منا يحتاج إلى هذا الاسم، اسم لا يستغنى عنه المؤمن أبدا. كما ختمنا مجلس الأمس أو المجلس السابق بصورة تبني في الشباب الثبات على عقيدة، كما تكلمنا في سورة العنكبوت. فتح المجلس 21 من مجالس إحياء الشباب وإحياء الأمة وإحياء أمة الإسلام بصورة الأحزاب التي تبني في القلوب أحد مقتضيات لا إله إلا الله، إنها تبني في القلوب عبادة الصدق. فلن يحرر المسجد الأقصى إلا الصادقون. حط تحت دي بقى مليون خط. سهل قوي يا جماعة إن احنا نرفع شعارات، والشعارات دي في حد ذاتها إن شاء الله درجة من درجات الإيمان، لكن على أرض الواقع لن يتم تحرير الأقصى إلا بالإيه؟ بالصادقون. سهل إن احنا نقول على الأقصى رايحين شهداء بالملايين، ده شعار، ده كلام، ده ادعاء. إن شاء الله بإذن الله يعني يساب كل من قاله بإخلاص، لكن يظل في الآخر وأنت بتقول على الأقصى رايحين شهداء بالملايين، بتصلي الفجر في المسجد؟ بتصلي الفجر طيب؟ طب صلواتك أخبارها إيه؟ طب زكاتك أخبارها إيه؟ في ناس مع الغلاء الاقتصادي الشديد والزيت رفع والبيض رفع والحياة صعبة على الكل، ففي ناس بدأت تبخل بزكاتها، تقول لك لا أنا بيتي محتاج الفلوس دي. طب ما أنت لازم تزكي عن مالك عشان ربنا يزكي باقي المال. يعني أنت لما بتزكي التزكية الزكاة هي من التنمية، يعني ربنا سبحانه وتعالى أنت لما بتزكي بتخرج جزء من مالك بتوفي زكاتك، ربنا بيبارك لك وينمي لك المتبقي، بخلاف واحد تاني ما بيزكيش فيبقى ماله ده ايه؟ ممحوق البركة. يعني انت لما بتزكي ربنا بيبارك لك في مالك. فالجزئية دي مهمة، ان لن يحرر المسجد الاقصى الا الصادقون، مش مجرد شعار، لا ده فعلا ده كلام، دي افعال بجد. ده واحد فعلا بيجاهد في سبيل الله بوقته بحياته بزوجته بأولاده بماله، ما بيدخلش على الدين بأي شيء، اللي يقدر يعمله يعمله. أيوه هو ده إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله لعل ده يكون من الجيل اللي يحرر الأقصى. لأن خد بالك من حاجة مهمة، أن الموت في سبيل الله أسهل من الحياة في سبيل الله. يعني الحياة في سبيل الله أصعب مش أسهل، الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. واضح الحتة دي؟ إن أنت تعيش في طاعة الله صابر على الابتلاء وصابر عن المعصية، المعصية سهلة، سهلة قوي. أنا النهاردة عايز أتفرج على حرام فأقوم داخل دلوقتي في لحظة، واخد الشباب في إيده الموبايلات، ودي كارثة إحنا بنمر بيها، نسأل الله السلامة. ممكن يدخل الخلاء، يدخل الحمام من وراء والده أو أهله نايمين، هو يختلب نفسه تحت الفراش وقاعد يتفرج على إباحيات ويتفرج على ويسمع ويشاهد، ما يغضش بصره ويلتك الخلوات. سهل قوي المعصية بقت سهلة. افتكر يعني كان والد الله يرحمه كان يقول لي زمان، يقول لي ربنا يستر على الأجيال اللي جاية. ليه يا عم الحاج؟ قال لي إحنا كانت أيامنا كان الذنب والمعصية صعب، يعني عشان واحد فينا يعمل ذنب ومعصية ده صعب أصلا، هعمله إزاي؟ يعني هو أصلا بداية هو هيأس من فعل الذنب والمعصية، لأن مفيش سهولة لفعل الذنب والمعصية. النهاردة الذنب والمعصية سهلة، سهلة، وده من مقدور الله، أن حفة النار بالإيه؟ بالشهوات، وحفة الجنة بالإيه؟ بالمكاره. هو ده من قدر الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ففعلا الذنوب والمعاصي أحبابي في الله بقت سهلة. فالنهاردة الإنسان بقى اللي بيجاهد نفسه في طاعة الله وصابر على مقدور الله وصابر على الابتلاء وصابر على المعصية وصابر على طاعة الله، ده إن شاء الله بإذن الله، ده بإذن الله تعالى نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكتب له موت في سبيل الله. وكأن الموت في سبيل الله ده مكافأة نهاية الخدمة، ولله المثل الأعلى، الموت في سبيل الله ده مكافأة نهاية الخدمة. عشان كده أصلا إحنا شعار المسلمين في الجهاد إيه؟ إما إيه؟ إما النصر أو الشهادة، صح كده؟ بنقول الشهادة أو النصر، ولا بنقول النصر أو الشهادة؟
لان هو ده الاصل، هو ده الاصل ان انت تريد رفع لواء الايه التوحيد. يعني الانبياء والرسل ما كانش هدفهم ان هم يموتوا شهداء، كان هدفهم الاساسي ان هم ايه ينشروا ايه توحيد الالوهيه والتوحيد بين الايه بين اقوامهم. ما نجدش ان النبي والرسول كان هدفه ان هو يقتل القوم، لا، ولا يجاهدهم على قدر ما هو ينشر الايه ينشر الدعوه. طب لو حصل بقى اباء واستكبار وانكار، خلاص هيحصل بقى ايه قتال كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والمشركين. لكن في الاصل ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم ظل 13 سنه مع المشركين يدعوهم لايه للتوحيد. طب لما اصروا ايه اللي حصل؟ هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وبدا يحصل الايه الغزوات اللي انتم عارفينها. فالاصل الايه الاصل ايه النصر. عشان كده سيدنا خالد بن الوليد لما انسحب في غزوه مؤتة، لان كان الاصل ايه الاصل ايه انتصار المسلمين. طب انا مش هقدر اتحقق الانتصار ده، سيدنا خالد بن الوليد مع الصحابه 3000 قصاد الرومان 200000، هنعمل ايه؟ 3000 قصاد 200000، موازين القوه والضعف والمصالح والمفاسد والقدره والعجز هنا تشيب لها الابدان، هنعمل ايه؟ 3000 قصاد 200000، و3000 بيتبادلوا على الايه على الجمال وعلى الاحصنه، و200000 اغلبهم مدجج بالايه بالاسلحه. احنا بنتكلم في تفاوت. فكان انسحاب سيدنا خالد بن الوليد ليه؟ لاعلاء كلمه الاسلام، لانه لو كان هو دخل بالجيش دخل في الرومان وماتوا كلهم مستشهدين هم في الفردوس الاعلى، بس الرومان كانوا هيعملوا ايه؟ اغاره على النبي صلى الله عليه وسلم واغاره على مدينه الرسول ويقتلوا كل المسلمين. فكان انسحاب سيدنا خالد بن الوليد ليه؟ عشان نحافظ على جيش المسلمين، لو حصل اباده لهذا الجيش كده المسلمين ما لهمش جيش. فكان انسحاب سيدنا خالد بن الوليد لان النصر او الشهاده، لو كانت الشهاده هي المقدمه كان سيدنا خالد بن الوليد عمل ايه مع الصحابه؟ هما كانوا جبنه؟ لا طبعا، كانوا فرسان، لا سيف الله المسلول، كان دخلوا في الرومان واستشهد. طب هو انسحب ليه؟ لان اما النصر او الشهاده. فلو هو انسحب، لو دخل استشهد، المسلمين هيحصل لهم ايه؟ هزيمه، صح كده؟ الرومان هيعملوا اغاره على مدينه الرسول ويقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، فكانوا هينهزموا. فكان تقديم هنا مصلحه الامه على تقديم مصلحه الايه؟ الافراد. عشان ده كده الامر ده مهم جدا ان هو يبقى واضح بالنسبه لنا، لانه لو مش واضح تبقى مشكله كبيره. فان من اهم محاور هذه الصوره سوره الاحزاب محور الصدق، حيث تكرر فيها ماده الصدق عده مرات. قال تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اسم الله الوكيل، اسم الله الوكيل. نحتاج اسم الوكيل للنهار، مع كل نفس تتوكل على الحي الذي لا يموت. اسم الوكيل اسم لا يستغنى عنه مؤمن أبدا. الوكيل هو اسم من أسماء الله الحسنى وصفة من صفاته العلى، وقد ورد في القرآن 14 مرة. اسم الوكيل ذكر في القرآن 14 مرة. الوكيل يعني الوكيل بقى، الوكيل هو المتوكل بشؤون عباده خلقا ورزقا وتدبيرا. الوكيل، الوكيل هو الحفيظ، هو الرقيب، هو الشاهد. وكيل، الوكيل له وكالة عامة لعباده جميعا، وهو أنه وكيل بأرزاق عباده وخلقهم وتدبير شؤونهم. هنا من الحاجات المهمة جدا أحبابي في الله مسألة إيه؟ هو ليه الكافر عنده ناطحات سحاب؟ هو ليه الكافر عنده تكنولوجيا وحضارة؟ طب هو ليه ربنا بيرزق الكافر؟ يعني أنا كمؤمن أبقى مش لاقي أجيب الزيت والبيض، والكافر منعم عنده الفيلا وعنده ناطحات السحاب وعنده العربيات وعنده متاع الدنيا؟ ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى رب، رب إيه؟ رب المؤمنين، رب العالمين. الله سبحانه وتعالى رب المؤمن والكافر وإله المؤمنين. الله سبحانه وتعالى رب العالمين، رب المؤمن والكافر. اللي بيقول أنا ماليش رب، الكون ده لم يخلقه رب، لا يوجد إله يعبد. الله سبحانه وتعالى رب العالمين، الله سبحانه وتعالى يرزقه، رغم أنه ينكر أن هناك لهذا الكون رب. الله يرزقه، يرزقه بالمال، يرزقه بالبنون، يرزقه بالزوجة، ويرزقه بالسكن. رب العالمين. من رحمة الله أن رحمته جمعت الإيه؟ الخلق أجمعين. أما الرحيم بالمؤمنين، يبقى رحمن رحيم، رحمن بكل المخلوقات، رحيم بالمؤمنين. وكأن المؤمنين لهم مزيد من الرحمة في الدنيا قبل الآخرة. الله سبحانه وتعالى رب العالمين صحيح، وإله المؤمنين، لأن الإله هو الذي يعبد، الذي تأله القلوب،
الذي تذل وتخضع وتخشع له القلوب. طب من الذي يؤله الله؟ الكافرين؟ لا، المؤمنين. وبالتالي الله سبحانه وتعالى رب العالمين وإله الإيه؟ إله المؤمنين. الله سبحانه وتعالى قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. يبقى جزئية إن ممكن المؤمن يبتلى، ممكن يبتلى. طب والكافر يبتلى؟ والكافر يبتلى. طب إيه الفرق بين الاثنين؟ أن الله ولي الذين آمنوا والكافرين لا مولى لهم. وده حتى خطيرة. يعني في غزوة أحد، غزوة أحد انتصر المسلمون انتصار ساحق على الإيه؟ على المشركين. ومات منهم يعني إيه؟ في روايات كثيرة يعني إيه بضع سبعون إيه؟ مشرك. طيب في غزوة أحد زي ما قلنا قبل كده، هو في غزوة أحد، في غزوة أحد انهزم المسلمون، النبي صلى الله عليه وسلم هزم في أحد، صلى الله عليه وسلم حصل هزيمة في أحد. ما كانت في القصة كتير قبل كده، لأن هي فيها فعلا خلاف بين علماء السنة فيها. هل غزوة أحد انهزم المسلمون؟ أمال إيه اللي حصل؟ ها؟ ماشي، تقويم للمسلمين، بس حصل هزيمة؟ يعني هزيمة أحد زي هزيمة بدر؟ هزيمة أحد للمسلمين زي هزيمة بدر المشركين؟ لا. إيه اللي حصل؟ خسائر حصل في أحد نتيجة عدم طاعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ونزول بعض الصحابة من على جبل الرماة، والتفاف خالد بن الوليد بالفرسان حول جبل الرماة، وقتل ما يزيد عن 40 من الصحابة. اتقلبت موازين المعركة، بعد ما كان المسلمون منتصرون تحول إلى إيه؟ خسائر. طب ليه بنقول خسائر مش هزيمة؟ ليه؟ لأن الغالب الأعم في الانتصار إن بيكون في إيه؟ في غنائم، صح؟ أرض، أموال، نساء، سبايا. فحصل ده في غزوة إيه؟ غزوة بدر، حصل فيه غنائم. طب في غزوة أحد هم بعد ما حصل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني على فوق جبل أحد ومعه الصحابة، وبدأ يحصل حوار بين أبو سفيان وسيدنا عمر بن الخطاب، اللهم مولانا ولا مولى لكم، قتلنا في الجنة وقتلكم في النار. أيوة عندنا قتلة، وأيوة عندكم قتلة، بس قتلنا فين؟ في الجنة. وقتلكم فين؟ ما تقوليش الاثنين قتلة. فلما مشوا ورجعين على مكة، أبو سفيان بدأ يقول: الله احنا عملنا كده ليه؟ احنا مشينا ليه؟ طب هم اختبأوا على جبل أحد، احنا ما عملناش ليه إغارة على المدينة وأخذنا نسائهم سبايا وأخذنا أرضهم؟ فبدأ يحاول يرجع تاني، فجت غزوة حمراء الأسد صدتهم ورجعوا تاني على مكة. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم ينهزموا في أحد، وإنما كان هناك خسائر في الأرواح. واضحة الحتة دي؟ هم ولا أخذوا أرض ولا أخذوا غنائم ولا أخذوا نساء المسلمين، فلم تتحقق كده النهاية انتصار للمشركين، إنما تحقق خسائر في الأرواح عند مين؟ عند المسلمين. فبقول بأكد على الجزئية دي، أن الله سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى الإيه؟ إلى النور. الوكيل من توكل عليه واعتصم، فله أجر عظيم في الدنيا والآخرة. يا جماعة إحنا في دنيا البشر، أعرف أخ يعني ربنا يحفظه ويحفظ أخوه، بيثق في أخوه ثقة يعني مش عايز أقول لكم تكاد تكون عمياء، وعمل له توكيل من سنين بأنه تصرف في كل ماله، عمل له توكيل كده تصرف في كل ممتلكاته، وهو يعني ما شاء الله تبارك الله الاثنين يعني نحسبهم على خير، والأخ فعلا أهل لهذه الأمانة، وبيتصرف في ملك أخيه يعني كأنه ملكه فعلا، لا نبيع دي، لا نأجر دي، لا بلاش دي، لا بتتصرف ده ملكه، وهو فعلا أهل الأمانة يعني لم يخن تلك الأمانة. تخيل ده في دنيا البشر، ان انت ممكن ثقتك في انسان يطلع اخوك، يطلع زوجتك، تطلع بقى ابنك، ايا كان يطلع مين، مجرد ان ثقتك فيه عالية قوي كده انت ممكن فعلا توكله في ادارة شؤون حياتك، تقول له انا دي ممتل ادي عادي توكيله هو على بياين، انت اعمل اللي انت عايزه. مش بيحصل؟ هو يكاد ينظر طبعا نتيجة ان ايه تفشي الخيانات وعدم الامانة كما يجب، لكن مازال في الامة ايه؟ لا في أمانة مش هنقدر ننكرها. فبيحصل، بيحصل قانونا أصلا موجود، موجود شرعا ده مقبول، مقبول. يا بالك بقى وإحنا بنتكلم عن الله الوكيل، لما توكل الله سبحانه وتعالى بحق، بصدق، بإخلاص في أن يتولى شؤون حياتك، والله هترتاح، هترتاح. يعني أنا في مرة صديق ده بكلمه فبقول له يعني في كذا وكذا وشوية حاجات كده تفاصيل، قال لي بص، قال لي عندك أخويا كلمه ما تشغلنيش بالكلام ده، اللي هيقوله اعمله. سبحان الله، ايه ده؟ ده ايه يعني ما شاء الله تبارك الله، ايه الاخوه دي؟ تخيل بقى انت وانت عبد للوكيل، ها
لسه شايل هم، لسه شايل هم، لسه عملت الناس مرعوبه وخايفه، والدولار هيعلى، والذهب نزل، والين رفع، وروسيا بتقول مش عارف الصين ايه، وامريكا النهارده همسكها مين، وقاعدين مرعوبين وفي حاله خوف وفزع. عمال اتفرج على حاجات اليومين اللي فاتوا بعد موضوع ترامب والقصص انتوا عارفينها دي، لو انتوا عارفينها يعني، والضرب اللي كان هيتضرب فيه، وكان يعني خطه مزعومه كده والله اعلم ان هو كان هيقتلوه. المهم الناس في حاله رعب، ايوه ده ترامب هيرجع تاني رئيس امريكا، وحاله رعب وخوف عند ناس كتير وشباب كتير بيعمل فيديوهات بيصدر للشباب خوف المستقبل، ايوه ده هيجي، والاسلام هيحصل فيه اباده، ودول المسلمين هيحصل فيها. الله فين الوكيل؟ اين الوكيل؟ فين توكلك على الله الحي الذي لا يموت؟ الله سبحانه وتعالى قادر جل شأنه في علاه، وهو الوكيل، كما رزقنا في ايام السراء قادر جل شأنه في علاه ان يرزقنا في ايام الايه الضراء. انت شايل هم ليه؟ هو انت اللي بترزق زوجتك، وانت اللي بترزق اولادك، احنا كلنا في رزق الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. فالامر ده مهم، توكل بقى على الله، توكل على الله. ظروف اقتصاديه صعبه، توكل على الله. ظروف سياسيه صعبه، توكل على الله. طب الامه الاسلاميه بقى توكل على الله. طب والله صعب، توكل على الله. ما تخافش، انت خايف ليه؟ ما تخافش، بس انت ادي اللي عليك. ومن يتق الله ها يجعل له مخرجا وايه ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول الفلوس دي جت لي منين؟ انا ما اعرفش انا بصرف الفلوس دي في الشهر ازاي، انا اصلا ما باجي احسب دخلي، انا ما اعرفش انا الفلوس اللي صرفتها دي صرفتها منين. طب انا بتقي الله في كل جنيه، طب الفلوس دي جت منين؟ ده ممكن تلاقي في بركه في الزوجه، وبركه في الاولاد، وبركه في الرزق، وبركه في الاوقات، وبركه في السكن والسكينه. يحط راسه على المخده بالليل يحصل ايه؟ ينام ولا ما ينامش؟ ينام، صح كده؟ لو الدنيا يا عم ده البيض مش لاقي، البيض وصل لكام؟ البيض بكام دلوقتي؟ مش عارف اخر حاجه البيض وصل لكام، حد عارف؟ البيض غلي والزيت غلي والحياه وهو نايم. ايه يا عم؟ متوكل على الله سبحانه وتعالى. حكمت فعدلت فنمت يا عمر، سبحان الله. فعلا نايم تحت الشجرة، أمير المؤمنين نايم تحت الشجرة، أمير المؤمنين نايم تحت الشجرة، يستظل ظل الشجرة. طب ليه؟ إيه بقى إيه الهدوء النفسي ده؟ طب دي الأمة الإسلامية بتمر بإيه؟ بحروب وجهاد والدنيا صعبة، وأمير المؤمنين نايم تحت الشجرة. حكمت فعدلت فنمت يا عمر. فالوكيل، الوكيل رازق رزاق، الوكيل سميع بصير، الوكيل غني، حكم حكيم، قوي عزيز، الوكيل الكل يفتقر إليه، الوكيل نعم المولى ونعم الوكيل، الوكيل حي قيوم. خد بالك دي فرقان، واحنا بنتكلم على أسماء الله الحسنى والصفات العلى، والله فرقان بين أهل الحق وأهل الباطل، والله فرقان. تخيل كده واحد إله مات، أو بيدعي إن إله مات، ده هيتوكل على مين؟ عشان كده وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله انا ما النهارده ما هو مات قبل كده، طب ممكن يموت تاني، الله حد ضمه بقى، ممكن يموت نفسه تاني، ما هو عنده بقى قدره ومشيئه، وقدرته يعني غلبت ايه؟ غلبت حياته، وهو عشان يثبت ان هو له القدره التامه ممكن يموت تاني. يعني ممكن نصحى الصبح نلاقي الاله مات، ما هو مات قبل كده، انت نسبت ليه ان هو مات قبل كده؟ لا، انا كمؤمن اؤمن بانه الله لا اله الا هو الايه الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، حي ليس قبله شيء، اول ليس قبله شيء، اخر ليس بعده شيء، حي قيوم. يبقى انا لما توكل على الحي القيوم انا هرتاح في الدنيا. تخيل انت كده واحد بيتوكل على مخلوق هو يعلم انه قد يموت، هيقدر يتحقق عند في قلبي تمام الوكاله، كمال الوكاله، ولا هيبقى دايما حاطط احتمال ان ممكن يصحى الصبح يلاقي اللي وكله ده مات، جايب انت محامي وعامل له توكيل ان هو يدير كذا وكذا وكذا. انت علشان تعلم ان المحامي ده ممكن يموت وانت مصالحك ما توقفش، فممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل ايه؟ افتكروا ايه هتعمل ايه؟ تعمل ايه يا شباب جمال؟ لا، هتعمل توكيل لمحامي تاني. انا دلوقتي مسافر بره مصر وعايز حد يدير شؤوني في مصر، هعمل توكيل لمحامي واحد بس ولا ممكن اعمل الاثنين لثلاثه؟ صح؟ ما هو النهارده حصل مشكله، حصل نزاع، فانا عايز المحامي بتاعي يروح يقف قدام المحكمه ويقول انا بناء عن فلان فلان انا، طب الراجل ده مات، طب الراجل ده سافر، طب الراجل ده بتصل بيه تليفونه مقفول، قفل مكتبه، اعمل انا ايه؟ اعمل توكيل لمحامي تاني. فاهمين الحته دي خطيره؟ لما يعني اقول لك الوكيل توكل على الحي الذي لا يموت. انت ممكن تبقى في دنيا البشر خايف ان المخلوق ده يموت،
خايف انه يضيع، خايف انه يتوه، خايف انه ما يسمعلكش، خايف انه يخونك. لما تتوكل على الله الحي القيوم الوكيل هترتاح، هترتاح، هتسلم شؤونك لله سبحانه وتعالى. وكيل هو وكيل حي، ايه؟ حي قيوم. فكان من توكل على الله كفاه، ومن يتولاه الله فلا يخاف ظلما ولا هضما. واحد النهاردة اتظلم في الدنيا، ملك ظالم ظلم إنسان، مش عارف ياخد حقي من الملك الظالم، مش عارف، خلاص توكل على الحي الذي لا يموت. ما عرفش ياخد حقك في الدنيا، هتاخده فين؟ في الآخرة، لأنك تعلم أنك عبد للوكيل. طب الوكيل صفته إيه؟ أنه عدل، وأنه رحمن رحيم، وأن في يوم قيامة، وأن في يوم تغابن، وأن في قنطرة يقتص منها هذا من ذاك وذاك من هذا. وأنا أعلم أن حقي هاخده، هاخده. أنت حقك هتاخده، هتاخده. كل الفكرة أن لو ما خدتوش في الدنيا هتاخده فين؟ في الآخرة. بس الموضوع انتهى، نقطة ومن أول السطر. أنا أبويا مات، أخويا ظلمني، جبار أخويا، أخويا ده يعرف ناس وصلة ويفترى عليا وأخذ حتة الأرض بتاعتي وقال لي مالكش حاجة عندي. اتظلمت ولا ما اتظلمتش؟ اتظلمت طبعا، وقع عليا ظلم باين واضح. كل الناس بتقول ايوه الراجل ده اتظلم، ايوه كل الناس بتقول رجل. طب انا مش عارف اخد حقي، هتقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ونعم الوكيل بس خلاص. ارتاح بقى، حقك هتاخده، خدتوش في الدنيا هتاخده اضعاف فين؟ في الاخره. عشان كده بنقول دائما وابدا، انت في الدنيا لو كنت ظلمت حد الحق بسرعه رد المظلمه، لان النهارده هتعرف تردها بالجنيه وبالعشرة جنيه وبالالف جنيه وبالعشرة تلاف جنيه، بكره لا فيش بقى ولا جنيه ولا دولار ولا ين، بكره بالايه؟ بالحسنات والسيئات. يا اما هيديك من سيئاته يا اما هياكل من حسناتك. الامور واضحه، عشان كده الحق، لو في مظلمه الحق، توب واستغفر ورد المظالم. لو حد ليه حاجه عندك رد. من الحاجات الغريبه اللي بنسمعها كتير ان تلاقي مثلا اثنين ثلاثه اخوات ابوهم مات، في منهم مثلا امراه يقول لها لا ما فيش ميراث عندنا، خدي ال 10000 جنيه دي وقيمه الفدان اللي موجود ولا الفدانين. ليه؟ عشان دي فلوس ابونا ومش من حق جوزك انه يدخل يشاركنا في مال ابونا. هو مش جوزها اللي بيشاركك، هي بنته اللي ده حقها. فتلاقي الناس خايفه من المستقبل وعايز يامن لابنه. طب انت وانت بتامن لابنك بالظلم والبهتان والحرام، ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ بتاكل حق مين؟ حق اخوك واختك. طب ومين قال لك اصلا ان ابنك هيكون اقرب ليك بعد موتك من اخوك واختك؟ مين قال لك؟ احنا شفنا القصص دي كتير، شفنا ناس فانت حياتها لاولادها وماتوا، وفي الاخر الاخ والاخت هم اللي بيدعوا، هم اللي بيتصدقوا، وهم اللي بيفعلوا من الايه؟ الصدقات الجاريه كثير. وتلاقي الابن وارث من ابوه مبالغ كبيره ويبخل عليه ب 100 جنيه. والله ب 100 جنيه يبخل عليه. يقول لك انا بدعيه. طب ما تتصدق عليه، ما صدق، ده يدعي ويتصدق. لا انا هدعي له بس ربنا يرحمه. طب بنعمل بير في مش عارف فين ومحتاجين فلوس، وتلاقي ناس بتتصدق وناس ما بتتصدقش. انت في الاخر لا تعلم مين اللي هيبقى لك. انت اتقي الله، انت اتقي الله، لا توصي. لسه كنت داخل في حوار يعني كده من يومين بقصه كده، مساله جانبيه عايز اقول لك برده فيها الوكيل، اسم الله الوكيل يتجلى في هذه القصه ببساطه شديده جدا. اخ ماتت الام وتركت ثلاث بنات وولد. الام ماتت وتركت ثلاث بنات وولد، وكان عندها ذهب. قالت الذهب ده هيروح لبناتي بعد ما ماتي. اوصت ان الذهب بتاعها يروح لمين؟ لبناتها، وان ابنها ما ياخدش في الذهب. ماتت الام، طلع الولد بيقول لاخواته، لا اخواته ايه؟ اخذوا الذهب وقسموه عليهم. فبيقول لهم انا عايز حقي. قالوا ما لكش حق عندنا، امك وابصت ان الذهب ده بتاعنا احنا. حصل بينهم خناقه جامده جدا وكانت توصل للضرب يعني. شاهد بيستفتوا، هو دلوقتي من حقه ان هو ياخد في الذهب ده ولا مش من حقه؟ تفتكروا ايه؟ حقه ولا مش حقه؟ ها؟ طب اللي شايف انه حقه يرفع ايده. ماشي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 شايفين انه حقه، باقي المسجد كله شايف انه مش حقه. طب اللي شايف انه مش حقه يرفع ايده. واحد بس اللي شيخ عظم، انتوا الباقي فين؟ طيب واقف في النص ليه؟ صلى على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصيه لوارث. يعني انا ما ينفعش اقول ابني ياخد العربيه دي، بعد موتي ابني ياخد العربيه دي، لا وصيه لوارث، ما ينفعش، لا يجوز.
امال الذهب ده بتاع مين؟ بتاع الاخوات كلهم. المشكله الاكبر بقى، اصل ابونا هو اللي جايب لامنا هذا الذهب، فهو كده كده ملوش فيه. يعني ده ايه؟ ده ابن من زوج تاني، يعني شقيق لايه؟ شقيق من ام. فبيقولوا ان ده اصلا كمان اللي يزيد التاكيد انه ملوش فيه، ان مين اللي جاب الذهب ده اصلا؟ ده ابونا احنا، ابو البنات، هو اللي جاب لي الام، جاب لها الذهب، جاب لها الذهب، فهو ملوش ان هو ايه ياخد، لان هي اوسط. وكمان الذهب ده مين اللي جابه؟ طب بص بقى، وانت بتتوكل على الوكيل في تطبيق شرع الله، لا وصيه لورث، الذهب ده كله ملك لمين؟ ملك للام، سواء خدته بقى في مسابقه، عارفين كده كان في زمان برنامج ذهب ذهب ذهب، خدته في مسابقه نجحت كده، ادوها ادوها عقد كده ذهب، جاب له لها الزوج الاول، جاب لها الزوج الثاني، ابنها نفسه اللي جاب لها الذهب ده هديه، جابوا لهم، امه تمتلك هذا الذهب، ماتت يبقى يورث لمين؟ يبقى بدايه لا يجوز للام ان توصي لبناتها او ابنها وتخصه بشيء، لان لو وصي الوارث. الامر الثاني ان الذهب ده ممتلك لمين؟ للام. فلو ماتت هيتوزع على مين؟ على جميع الورثه، حتى لو اوصت ان الذهب ده يروح لايه؟ سيم من الناس. ومن دعاء الخروج من المنزل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده نختم بيه ان شاء الله، اذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله. خد بالك بقى، الدعاء ده مهم جدا جدا جدا، لانه فعلا بامر الله تعالى وبحول من الله وقوته هو حفظ وحص وحرز للمؤمن وهو يخرج من بيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوه الا بالله، يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطين، فيقول شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. فلا تنسى هذا الذكر عند الخروج من المنزل، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو قدرت بقى تضيف تكملة الدعاء، حد عارفه؟ ها، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. اللي يقول الدعاء ده إن شاء الله بإذن الله ربنا يعني يحفظه من شياطين الإنس والجن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارحمنا وارض عنا وتجاوز عن خطايانا يا رحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا، واعطِ رقابنا جميعا من النار الليلة يا رب العالمين. اللهم اعطِ رقابنا جميعا من النار الليلة يا رب العالمين. اللهم اعطِ رقابنا جميعا من النار الليلة يا رب العالمين، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، واجعلنا لك من المقربين الصادقين. اللهم سدد رمي المجاهدين المرابطين في غزة يا رب العالمين. اللهم سدد رمي المجاهدين المرابطين في غزة يا رب العالمين. اللهم سدد رمي المجاهدين المرابطين في غزة يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من أسفل اليهود الملاعين. اللهم تقبل منا الدعاء لأهل غزة وأهلينا في السودان، وانصرنا على من يعادينا يا رحمن الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا. دعاء كفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا.